ابني حبيبي يا نور عينك بيضرب بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا ده انا ام البطل ابني ام البطل أغنية شهيرة غنتها الفنانة الشريفة فاضل بعد استشهاد ابنها في حرب الاستنزاف، وعبرت من خلالها عن فرحتها واعتزازها بابنها الشهيد الذي حقق هو وأمثاله من الشهداء والأبطال النصر والعزة للوطن بعد انتصارات أكتوبر المجيدة. زرع العلم فرح الأمل وبقت أنا أم البطل. عكست شريفة فاضل من خلال هذه الأغنية حال المرأة المصرية وقت حرب أكتوبر والفترة التي سبقتها، فهي الأم والزوجة والأخت والابنة التي تحملت بكل صبر غياب أعز الأحباب لديها مقابل تحقيق النصر واسترداد الأرض. وقد جسدت السينما والدراما المصرية تضحيات المرأة المصرية خلال فترة حرب أكتوبر، فمن منا ينسى مسلسل دموع في عيون وقحة؟ وقد شاهدنا مساندة الزوجة الفنانة معالي زايد في المسلسل لزوجها جمعة الشوان دون حتى أن تعلم أنه يقوم بدور وطني هام، ودعوات الأم الفنانة عزيزة حلمي وفرحتها بالنصر مثل كثير من الأمهات المصريات. عبرنا القناة لمصطفى. كذلك مسلسل الشهد والدموع وما تحملته الأم زينب حتى عاد ابنها الفنان خالد زكي إلى أحضانها بعد تحقيق النصر في عام 1973. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. كما شاهدنا في السينما العديد من الأفلام التي أكدت على دور المرأة المصرية ووطنيتها التي لا حدود لها، مثل فيلم حتى آخر العمر وفيلم أبناء الصمت. وحديثاً فيلم الممر الذي شاهدنا فيه الزوجة التي قدمت دورها الفنانة هند صبري التي تدعم وتساند زوجها الفنان أحمد عز الذي قدم دور المقدم نور. أنا والأستاذ علي مستعدين نروح نحارب معك، بس على شرط تجيب لكل واحد بندقية مقاسه. بجد يا بابا ينفع؟ بجد أنا عاوز. سطرت المرأة المصرية أروع الأمثلة في الصبر والدعم والسند، وما زلنا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة لا يمكن أن ننسى ما قدمته المرأة المصرية خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعاً ده أنا أم البطل يا مصر ولد الحب.